ما هي عاصمة البابليين؟ حلو، طيبة؟ لو بابل، لو نينوى؟ بابل، بابل أثبت. متأكد؟ بابل نعم. اثبت؟ نعم أستاذ. ثبت، نعم أستاذ قال، وبابل هي عاصمة البابليين. وصح، ومبروك عليك يا محمد مليون. الحمد لله. دينار عراق. حلوة 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 حلوة، وحظك حلو يا محمد. يلا هسه شو تقول محمد؟ تاخذ هنا وتمشي لو نستمر. أنا أريد بس هذا السؤال وأنسحب إن شاء الله، بس هذا السؤال. أنا من علاقة يعني خلاص بحطك وتنسحب بعدين. بس هذا السؤال. يلا يلا يلا. رقم 10 يا كرة، رقم 10، تعال يا رقم 10. هي 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 هي. يقول لك يقول لك يقول لك، إحدى هذه الرياضات شبيهة عيني تجري على بساط، كن هي؟ الهوكي لو الملاكمة لو المصارعة؟ على بساط. المصارعة. المصارعة. المصارعة ثبت؟ مصارعة يا عمد. ليش مو ليش مو الملاكمة يا محمد؟ المصارعة صح؟ ليش مو الملاكمة؟ المصارعة الملاكمة تصير حلبة. عافية. والمصارعة على بساط. وثبت وثبت محمد. ثبت. محمد مضبوط، وإجابتك صح صح صح. برافو عليك. هاي 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 الهلهولة الحلوة. محمد إجابتك صحيحة، خاصة عندما شرحت لي أنه الحلبة للملاكمة والبصار للمصارعة. ومبروك مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي. وش تقول؟ تاخذها من نفوسك هذا الحجية. تريد هذا الرقم، رقم 8 الحجية. تقول أني رقم 8. يلا محمد ومن يثرب ورقم 8 يا كرة، وإن شاء الله رقم، إن شاء الله سؤال سهل. يا رب يا رب يا رب يا رب. مسرحية عربية تتحدث عن تربية البنات. يا مسرحية ركز، سك على بناتك لو السكرتير العام لو أنا وهو وهي. ها ها. سك على بناتك. سك على بناتك. ايوه سك على بناتك. حجيه ورده وسك على بناتك. ثبت محمد وثبت، ويقول لك ثبت. وصح يا محمد. يا محمد هاي هاي. مبروك مبروك 2 مليون دينار عراقي. اليوم حظك حلو محمد. الحمد لله استاذ. الحمد لله عمي. انت ما قصرت ما قصرت انت والبرنامج.